شبينا يا حبيبتي، ايه اللي شبينا؟ ما تقوليش حبيبتي. ايه ده؟ ماشي يا خالتي. خالتي واختي وعمتي ولا حبيبتي يا خاي؟ ايه ده؟ ده مش عاجبها حاجة. انت وليه لسه طالع من الحجز؟ اسكت بقى اسكت بقى. هو انت مالك جاي من جرين بارك؟ ايوه. شو الحجز؟ يعني اكتشفوا عادي كله عادي كله عادي كله عادي كله عادي. قبل كده بدي احكم عليه، احكم عليه على اللي بجنبك. ده كله عايز يحكم عليه. انت مالك ومالح؟ هو اللي بيلعبك. مالي ومالك يا باشا؟ شو مالها بقى دي بقى؟ ايوه شتوا تكبيس يا جماعه، شتوا تكبيس. تعز يا ضحى، مالك ومال اسمع الراجل. انا وصديقتي، تعال سلمي عليها. تعرفي مداهم؟ مداهم كيفك؟ مفيش حد. قلبي عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ ميحة يا رب دايما. معلش عندي ارتجاج في المخ، لسه واخد 50 60 ضربة على النافوخ. محمد قلبي يا محمد، لسه لاعب ملاحي حقدوا عليا، نزلوا 1,200,000 في وش. مداهم عرفتها؟ اه طبعا، صديقة عندي يا بنتي، بس على الاكونت القديم. انت مالك نعمة كده الأخير؟ شفتي؟ مديه مديه جديد وصل 700,000. يا شيخ اذكر الله، حتى الاكونت الجديد مش حلينه. لا اله الا الله. نورشان اه عارفها يا جدعان، ولعبت معاها قبل كده. ناسي اسمك من الاول. التكبيس جماعة شو مالكم؟ التكبيس صحيح شو مالكم؟ شو مالكم؟ فين حبايبنا والله؟ أردنية وتونسية. أنت تعرف إن البت ضحى دي كانت محبوسة قبل كده؟ في إيه؟ عبدة واحد موتته، سمها قاتل. لا والله. أمال إيه؟ ما شاء الله عليك يا ضحى، الله يديكي قوة. الله يخليك. في أشياء جديدة قلت لك في رح تنزل قريبة. لا لا والله، في سموم جديدة نازلة السوق. لا بس احنا معطلين في رمضان، هتاخدي اجازه. بعد رمضان نشتغل، تعبنا خلاص يعني، ضغط صار علينا الفتره اللي فاتت. باك فينا من شر. شين اش تعملي بالله؟ باش تعملي 9,000 جماعه؟ سكر 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 سكر. 9,000 يا جماعه محمد، 9,000 يا جماعه، 9,000. يقلد فيا هو. يسعد دينك محمد اليافعي. ايوه سكرتيني. كنت افتح لك الدبل. حلو 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 اوكي. والله هاي الحركات ما بحبهم فيه. مره عملت لها بلوك على الحلال. والله ما بدعم والله. لا لا بخلص، خلي تخلص الجوله، خلي تخلص محمد الياف. كده كده هتخسروا، كده كده هتخسروا. شادي الدبل الدبل الدبل، هاي سكرت لكم الدبل الدبل. الحب 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 الحب. بالله عليكم يا كتيبه ضيفوا الداعمين، بالله عليكم والله كفو. محمد اليافي قلبي. عمر يا عمر، شايف 500,000 متفرجنا على اللايف دلوقتي. ما شاء الله 600,000، 600,000 بني ادم شافوا الخلقه دي في نص ساعه. نص ساعه؟ قولي ما شاء الله، قولي ما شاء الله. قولي ما شاء الله. اذا فتحتي عينيكي قوي، الاكونت ده لو اتقفل طبعا انتوا عرفتوا من مين. ما باخذ بالعين لا تخاف. لا بس الاكونت هذا رح ينشهر اكثر لانه انا هيك حدي حلو. ايه ايه معلش، رح ينشهر اكثر. رح ينشهر اكثر. انت تعرف انا انه وجهي وجه خير، انا وجهي مش وجه. لا في الصراحه بدي اشهد لك، اشهد لك الصراحه. اللي بجنبك بحسه يحكي مع بنات ما خلاص حرمنا بقى. خلص خلاص، ما هو اتلدع مرة، اتلدع مرة تاب خلاص تاب. اللي شو صار معاه؟ شو صار معاه؟ شو صار معاه؟ ايه؟ شو صار معاه؟ بتقول لك اللي حصل معاك. معلش حصل خير. يعني هي تبي مش عارفة ولا تبي تمثل ولا ايه؟ يا اخي حاسة كأنه انا
اسمع من الاخير، انا كنت في السجن يا بابا، انا كنت في السجن، حاسه كانه تلاقينا من بوابه لبوابه يا اخويا. تعرفش انها كانت محبوسه قبل كده؟ ايوه وانت محبوس يا ست. انا ما تلاقينا في بوابه من اسجن وانا طالعه من السجن وانت فايت، ولا انا فايته وانت طالع؟ ايوه قابلتها قبل كده؟ يا عم قابلت من ولا شفتها. كانت محبوسه قبل كده؟ انت مش شايف وشها مد على احداث ازاي؟ ايوه ما فات السجن وجهك مش ارض. بتقول وش مش باين عليه، معلش بقى عادي اتعلمنا، محدش بيتعلم ببلاش. صح. محمد اليافعي، شادي، حشيش، عمر، جولتيني، يلا يلا جولتيني، خالد، سارة، عبقرينو، سيد، أحمد خليفة، بالله كتيب أضيف الدعمين. أنت اتحبستي قد إيه يا ضحى؟ بصراحة أنا دايما بطلع وبرجع، يعني ما بقى نهاري كابيض فلك عندك. شو قيل شو قيل؟ بيقول لك فلك عندك، يعني ربنا يبعدنا عنك. لطف 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 لطف. مركز كثير مع التعليقات، شو مراقب مين؟ لا أنا بشوف حبايبي الناس بتسلم عليا، أنا بقول لك لسه طالع يا بنتي. هو لسه طالع النهاردة. اليوم اليوم من وين؟ من مصر ان شاء الله. طالع منين؟ طالع من السكن يا بنتي. السمعه بتقول منين؟ طالع تحكي جد ان شاء الله. تحكي جد؟ اه والله اقسم بالله طلعت النهارده. مش عارفه تروح طاير، طالع اليوم رايح عند مداهم. اخويا وحبيبي، ما حد سال عليا خير ولا لسه مطلع عليه على طول. والله طيب العظيم كان خدني من البيت الله يبارك له وما سابنيش على طول، كان بيكيلي. كم 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 ايه بتقول ايه؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور. ثلاث شهور شويه. ايه ما بتقول لك شويه، هي كانت عايزه تقعد اكتر. ان شاء الله شويه ليك انت تاخت ان شاء الله سنتين. لطف 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 لطف. خالد قال لي هون وجهك انت يجيب كان عيد ميلاديت. شو صار جماعة في اللايف؟ بسم الله الرحمن، علق لايفهم في هذا بنقابل. خرج طلعوا تبندوا. اوه علي ما تقوليش تبندوا، ان شاء الله ما يطلعوا تبندوا. اخوان ما ظل لي اخوان ان شاء الله. ليه يا جماعه؟ واي يقول لي وجهك وجه باند. تبنت؟ شفتي؟ شفتي عينك؟ خويا انتم انا عارف عليكم شنو تقولوا، نعرف عليكم. شفتي عينك؟ ما شاء الله. هيك هيك. مسامحه. اول مره اشوف وش بني ادم عباره عن عينتين بس. بص اللي وراك بتضحك عليك، عارف عينك من ورا. والله بص 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 اللي ورا. مادام ما تبندت، مادام وجهي خجل خجل يا اخي، وشها يقطع الخميره من البيت. حول الله يا رب. وانت عامله يا ضحى؟ والله الحمد لله. طيب احكي لنا شو صار، يعني شو كيف الوضع في الداخل؟ يعني اشتقت لمداهم دي كده؟ عايز تحبسك دي؟ ليه عادي يا حبيبتي؟ ايه بتقول ايه؟ الناس تروح للتلفزيون تحكي، فهمت؟ عادي ماهوش موضوع لا انا منعته من الكلام ده كله. اتمنعنا ان شاء الله. انت منعته؟ ايوه. اصل بص يا ضحى، ده كان ورقه ناس كتير قوي لعبت بيها. ايوه فعلا. فخلاص
يا اخي ما تحس اللي يفوتوا نسبه كبيره مظلومين؟ اه والله هم عشان مش فاهمين، هم عشان مضحوك عليهم وده اتضحك عليه يعني، هو ده اتلعب بيه يعني، بس هو والله العظيم طيب مبين بصراحه، والله مبين. ايه بتقول ان انت شكلك حبسجي يا عم؟ بتقول بتقول شكلك حبسجي بتجتمع علي انا؟ قلت لك تعال اشتغل معايا. والله اشتغل معاك ايه؟ اطبل لك؟ ما بعرفش ما بعرفش. يا ضحى يا ضحى مش عايز اقول لك ما بين ذي بطلع سماعة ذي لو نبدد معاه العيد بيجي. بصي كده زي النار في الهشيم، اقسم بالله دي ترند تريبل تريبل تريبل. في مصر بكره تلاقيهم بيتصوروا معاك في المطار، اقسم بالله. لا انا بيتصوروا معايا في مصر بدون على طالما حد يعرفك. هو انت حد يعرفك يا خالتي؟ باش شو مالك؟ كان انت مديها مشهور في مصر، انا مشهور في كل الاماكن. مالك مداهم مشهور في كل حته. تعالى انا وانت مشهور في مصر، مداهم مداهم مصر الصراحه. تعالى ننزل انا وانت الامارات واوريك الجمهور اللي عندي هناك عامل ازاي. يلا تعال ننزل قطر، اصعب شيء. على الحرام من جيني في قطر، كنت خابط انا ورشروش ترند القطريين، فضلوا سنه كامله عايشين عليه. 86 ورده 86 ورده 86 ورده. شوفوا البت عماله تلغينا وفي نفس الوقت اللي فارق معاها 86 ورده تكبيسه كتيبه. 86 جماعه 86. شو مالها علقت الجوله الاولى راحت؟ من عينك النت فصل، اول مره تحصل سبحان الله. تعرف دي عندها كم سنه؟ كام؟ عندها 45 سنه بس عامله 3 عمليات. ما باين عليها عصاي الحكاينش. ما تقعد بقى جلع يا عم. احنا بنقول انش. لورد قلبي يا لورد. هو اسمه ايه ده؟ لا 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 مش هركع تاني يا حبيبي، مش هركع تاني. ممكن انت تركع في حته حشيشه تركع. ايه حسام ارعب يا حسام، ما تسكت بقى. استنى يا عم يا ابن ما تقعدوش تسوحوا في الواد. بيقول لك هتركع تاني بس انت اسكت. والنبي لو ما كنت لك كنت عملت له بلوك. خلاص خلاص خلاص. قلبي يا حسام. شو اخر شيء شيء مشتاق له انك لما تطلع تعمله؟ ما انا طلعت يا ست، انت ما انت شايفاني اهو قاعد. طيب يعني ايه اكتر حاجه نفسك تعملها بقى دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل عمره ان شاء الله يا حبيبتي. ما تقوليش يا حبيبتي. وانت هعمل عمره ان شاء الله. قلبي هيعمل عمره ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله والله. الله يسلمك. الله يخليك. احسن شيء والله. وانت روح اعمل عمره ورطه. يمكن ربنا عمره، يمكن ربنا يغفرك. ايوه روحي، وانا قلت حاجه غلط. اسمع مداهم اعطيني الصح، هو هيك شخصيته مع الكل ولا بس مشخصنها معايا؟ لا 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 مع الكل كده. لا 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 هيك عشان اعرف اتصرف، لان مشخصنها معايا جد يعني. لا لا هو كده طب يعني عفوي خالص خالص خالص، مفيش جحفله مفيش جحفله. بقلبي يا لورد. ايش يا خالد؟ اول حكم احكم عليها، احط بن على وشك. تاني حكم. تاني حكم منتيل وشيل اللينسس اللي في عينك وشيل الميك اب كله، هتبقى شبح سماح مسترد. مين سماح مسترد؟ ايه؟ مين سماح مسترد؟ واحدة قاعدة تحت كوبري مسترد. اقعد ساكت اقعد. حلو. مو بصير وجهي كله نفس الشيء. مو
وجهك كله حفر ومطبات، بس انت مدرياه بشكارة الجبس اللي انت دايما بيها وجهك. الحكم الثالث تقولي 10 مرات الكروان مشاكل المغني الحنتي طلع بالسلامة. اسمك الكروان مشاكل وبدك تتأكد لي انك فايت مظلوم. فايت مظلوم والله، بس الحمد لله. يلا هو اسمك مبين انك فايت مظلوم الصراحة. ماشي يلا. توصل ايه بقى كده؟ 7-7 بس مش هتكلم في الحاجات دي قلنا. ماشي صح، انت صح. ايوه يلا حبيبي. اوسع حكم رابع. مبين اسمك والله مبين اسمك. يا كده عايز اتخانق معاك بقى، يا كده عايز اتخانق معاك. يلا. كروان مشاكل مبين اسمه لو قال فايت مظلوم. مظلوم كيف ما الله و. كيف مظلوم الله و. ايوه ايه ها كروان مشاكل شو اقول؟ انت بتقول ايه؟ ما انا بقول لك يلا اوسع. تقولي 10 مرات كروان مشاكل عمي. عمي عادي بقول عمي، لان احنا في تونس عمي وعمتي شيء مش حلو. ايه ده عمتي بقى؟ ايه دخلها في الموضوع؟ ايه اللي دخل عمتي في الموضوع؟ ما اعرفش بقى. مش عارف. لا يا عم انا مش هغلط. ايه اللي دخل عمتك بقى في الموضوع؟ انا طالع يا جماعه شخصيه مختلفه خالص عن الاول. لورد مصطفى حسام محمد الحسيني دارك حشيش سارة أحمد خليفة مصطفى بولوة أولاكو بيج لاف كتيبة. يلا نفذي. لا 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 احنا عمي عادية في تونس جماعة، يعني عمي احنا هو عمي واحنا عندنا عادي. ما تنفذها أحكام. ما تنفذها أحكام صحيح. نفذي احكام. كروان مشاكل، شو المشاكل اللي مسويها يا كروان؟ ايه؟ شو الكروان يا كروان يا المشاكل؟ يا اسمي اسمي. هو اللقب بتاعه كروان مشاكل. طيب يعني في كروان مشاكل وانت مش تبع مشاكل، تبع مشاكل. ايه؟ هي عايزه تشوه صورتك قدام الناس. لا يا حبيبتي مش بتاع مشاكل، بس اللي بيك عليه اللي بيك عليه تواكل. خلي بالك من نفسك، نفذي حكم يلا بعد اذنك عشان ننسب. اللي يجي عليه يحكي معايا بلهجه مفهومه ما فهمتش ولا شيء. يعني من الاخر كده انا ما حدش يعرف يعمل معايا حاجه. عندي مشكل تروح معايا. ايه ده؟ يلا يا بتقول ايه؟ بتقول لك عندك مشكله تروح معايا؟ اروح معاك؟ لا سكوبك بطل. لا 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 هي عيد ولا مش عيد؟ عيد. عمتنا روح في البيت مرشين. حاجة ايه رايحة؟ مين مازال ما شافش؟ تعالي سلمي عليه من رشين.